أحد يطلق في الدنيا أيام المهدي المهدي يصدق يصدق إن حسينا لا مآل المهدي المهدي فجر فجر للثرى. الحندس أي شديد الظلمة والسواد، وليلة حندس أي شديدة السواد لا يرى فيها هلال، وهي ثلاث ليال في الشهر. وفتنة عمياء حندس كناية عن شدة ظلمة الفتنة وإضلالها للقوم، فلا يبصر فيها شيء فيقعون في حيرة وظلمة شديدة، فيعرضون عن طريق الحق ويخرجون عن منهج الصواب، ويتصفون بالظلم والجور والطغيان فيعمون ولا يهتدون إلى الحق سبيلا. قال الإمام الحسين عليه السلام: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا. ورد أنه في زمن الغيبة ستكثر هذه الفتن، ولن ينجو منها إلا من كتب الله في قلبه الإيمان. وكما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فلا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله عز وجل ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وعن يونس بن عبد الرحمن وهو من أصحاب الإجماع وهو سلمان زمانه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول لك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.